الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما كالعادة مثال رقم واحد على مسألة الحل الوحيد في البرمجة الخطية، A Unique Solution Example in Linear Programming، وهو مثال على المقطع السابق الذي قدمته، وهنا أذكر به. أتمنى على الطالب المتابع لهذه القناة أن يعود إلى المقطع اللي هو مقدمة رقم واحد إلى بحوث العمليات Operation Research البرمجة الخطية. تحدثت فيه عن مسألة الحل الفريد A Unique Solution بمثال متكامل، لكنه كان بالرموز فقط من غير أن أبين معنى الرموز هناك. وفي هذا المثال سنلبس الرموز معانيها المطلوبة كي تكون المسألة عملية واقعية ذات معنى للطلبة والممارسين. وعلى بركة الله نبدأ. لنفترض في هذا المثال البسيط بأن حائكا للسجاد ينتج نوعين من قطع السجاد. الأول من النوع العادي أسميناه X، يحقق الحائك منه ربحا مقداره دينار من كل قطعة، والثاني من النوع الفاخر Y، يحقق منه الحائك ربحا مقداره دينار 2 دينار أو دينارين من كل قطعة. يعني الآن هذه الأرقام ليست ذات معنى كثير، لكن الفكرة هي الجوهر الحديث الآن. فإذا هناك نوعان من الإنتاج للسجاد، العادي X والفاخر Y، يدر الآن النوع الأول ربحا مقداره دينار واحد لكل قطعة، ويدر النوع الثاني ربحا مقداره دينارين عن كل قطعة. تحتاج القطعة الواحدة من السجاد العادي إلى 3 كيلوغرام من المواد الخام وساعة عمل، واحد ساعة عمل. أما النوع الفاخر فيحتاج إلى 3 كيلوغرامات من المواد الخام وأربعة ساعات عمل، أو 4 ساعات عمل. إذن هنا لاحظوا لي السجاد الأول كل قطعة بتربح دينار، والسجاد الثاني كل قطعة تربح دينارين. هنا الآن القيود التي نضعها على دالة الربح، الآن هدفنا أن نعظم الربح، أو هدف الحائك هنا أن يعظم الربح. فهناك قيود، العادي الآن يحتاج إلى 3 كيلوغرامات من المواد الخام وساعة عمل، أما النوع الفاخر فيحتاج إلى 3 كيلوغرامات من المواد الخام وأربع ساعات عمل. ويتوافر لدى الحائك لنفترض يوميا 12 كيلوغرام من المواد الخام وعشر ساعات عمل يوميا، فكيف يمكن للحائك أن يعظم أربع؟ هذا السؤال هو بيت القصيد، هنا جوهر المسألة. نتابع بإذن الله. البيانات مرة أخرى، يحقق الحائك من السجاد X ربحا مقداره دينار واحد من كل قطعة، ويحقق من السجاد Y ربحا مقداره دينارين من كل قطعة، ما يعني بأن دالة الربح باي اختصار للربح تكون كما باي تساوي واحد الآن اللي هو الربح مضروب في الكمية، زائد 2 الربح من يعني نقول هنا X، كل قطعة من X بتربح دينار واحد، فإذا دينار ضرب كمية X، وكل قطعة من Y هنا تربح دينارين، إذا 2 في Y، هاي دالة ربح. إذا يعني نحتاج هنا أن نعظم هذه الدالة خضوعا للقيود التالية، هذا الربح الآن، هذا الربح من الـ X، وهنا الربح من Y، لكن هاي دالة ربح كلها باي تساوي 1X زائد 2Y. الآن القيود المفروضة، أما القيود المفروضة على دالة الربح فهي على النحو الآتي: أن 3 كيلوغرامات لX زائد 3 كيلوغرامات من Y أقل أو تساوي 12، يعني أكثر من 12 كيلوغرام، إذن هاي دالة الكميات، لاحظوا أو قيد الكميات، فأقصى ما يمكن أن يكون لدى الحائك يوميا من المواد الخام لينتج X وY 12 كيلوغرام. فعندي هنا 3 كيلوغرامات لX وثلاث كيلوغرامات لواي تساوي 12. أما الوقت فساعة لأكس وأربع ساعات لواي أقل من أو تساوي 10 ساعات، لأن الوقت المتاح لهذا الحائك فقط 10 ساعات يوميا، 10 ساعات عمل. وطبعا هنا أكس وواي كميات يجب أن تكون غير سالبة، يعني لا يمكن أن ينتج كمية سالبة من السجاد العادي أو الفاخر. فهذه القيود الآن، هذه القيود الثلاثة مجموعة القيود، هنا نستطيع أن نختصر هذه بالقسمة، يعني بقسمة اللامتباينة هي على 3، تعطينا الآن X زائد Y أقل أو يساوي 4.
هنا هاي بنسميها إحنا قيد الكميات، هذا الآن قيد الساعات، وهذا قيود غير سالبة. الآن إذا استوعبنا الفكرة، هذه الآن دالة الأرباح، باي تساوي x زائد 2y، نريد أن نعظم هذه الدالة خضوعا للقيدين الآتيين 3x زائد 3y أقل أو يساوي 12، أو حولناه إلى x زائد y أقل أو تساوي 4. والقيد الثاني هو طبعا هذا قيد الكميات، أما قيد الساعات فهو x زائد 4y أقل أو يساوي 10، ويجب أن تكون الآن الكميات من x و y غير سالبة، أي أنها أكبر من أو تساوي صفرا. هذا إذا استوعبنا هذه الفكرة يصبح الحل يعني بمتناول اليد هين جدا. نتابع على بركة الله. تمثيل بياني بعد تحويل قيود اللي هي اللامتساويات إلى متساوية كما يأتي الآن. هاي اللامتساوية الأولى، أوكي، وهذه اللامتساوية الثانية حولناها إلى متساويات، هذه x زائد y تساوي 4 هنا، وهذه الآن x زائد 4y تساوي 10. هاي القيد إيش الثاني؟ إذن هذا القيد الأول، هاي القيد الثاني. الآن نحتاج قبل البدء بأي يعني أي عملية ثانية أنه نساوي المعادلتين x زائد y تساوي 4 تساوي x زائد 4 y تساوي 10. نريد أين تتقاطع، ما هي النقطة المشتركة بين هاتين المعادلتين. فالآن هنا هو الحل، حل المعادلتين الآنيتين x زائد y تساوي 4 وتساوي x زائد 4 y تساوي 10، بطرح المعادلة هذه من الثانية. يعني الآن هاي المعادلة مطروح من هذه، تعطينا الآن 3 y تساوي 6، إذن y تساوي 2، إذن x تساوي 2. يعني أرجو أي واحد منكم أن يأتي بقلم وورقة حتى يتأكد من أنه y تساوي 2 و x تساوي 2. إذن تعرفنا الآن. هنا الآن التمثيل البياني عندي على المحور الأفقي x، المحور العمودي y. الآن من المعادلة الأولى هو القيد الأول، إذا كانت x تساوي صفراً، لاحظوا لي هنا الآن x تساوي صفرا، إذن y تساوي 4، وبالتالي بنحصل إحنا على الزوجين المرتبين هنا. إذا كانت x تساوي صفرا y تساوي 4، وإذا كانت y تساوي صفرا بصير y تساوي 4. إذن هنا الزوج المرتب 0 4 4 0، وبالتالي بنحصل على القيد هذا، هنا 4 وهنا 4، طبعا هنا 0 4 وهون 4 0، سأبينها بعد قليل. أما الآن القيد الثاني، إذا كانت x تساوي صفرا، أوكي، فإن y تساوي 10 على 4 وتساوي 2.5، وبالتالي هنا نحصل إذا كانت x تساوي صفرا y تساوي 2.5، أو إذا كانت y تساوي صفرا x تساوي 10، إذا نحصل على القيد الثاني هذا اللي هو 2.5 مع 10. إذا هاي الآن المهم جدا إنه تعرفنا أين الآن المنطقة اللي بدنا الآن نحتاج حتى نعظم الأرباح. لاحظوا لي أحبتي بأن القيد الأول، لاحظوا لي x زائد y أقل من أو تساوي 4، إذن الاتجاه نحو نقطة الأصل. وهنا القيد الثاني x زائد 4y أقل من أو تساوي 10، إذن الضغط نحو أو الاتجاه نحو نقطة الأصل هنا. إذن هذا السهم يدل على أن القيد نحو نقطة الأصل وهذا القيد، وبالتالي المنطقة المشتركة بين القيدين هي هذه المنطقة المظللة بالأخضر. أين النقاط الآن؟ هذه نقطة، هذه نقطة، هذه نقطة، هذه نقطة، وبالتالي هذه النقطة 0 0، هذه النقطة الثانية سأحدد الآن إحداثياتها، هذه النقطة الثالثة، وأخير النقطة الرابعة هنا. هنا أكيد 0 0 معروفة لديكم. طبعا قبل ذلك يجب أن أبين أن بهذه المجموعة الممكنة فيزبل ست، هذا الآن الشكل الرباعي غير المنتظم، حدوده 0 2.5، هذه النقطة، وأربعة. لكن الآن ما هي الإحداثيات؟ هاي الإحداثية معروفة 0 0، وهنا أوكي إذا بتعرف قبل قليل 0 2.5، هنا من هنا أخذناها 0 2.5، وهذه الآن بعدما حلينا الآن المعادلتين الآنيتين فالقاسم المشترك بيناتهم هذه النقطة اللي هي 2 و2، وأخيرا هاي اللي هي 4 0. إذا هذه الإحداثيات نبدأ من هنا 0 0، 4 0، 2 2، 0 2.5. بما أنه تعرفناها عليها الآن، سنقوم بتعويض كل قيد في دالة الربح اللي سأذكرها بعد قليل، لكن تذكروا
هذه الإحداثيات، إن هذه الإحداثيات ثاني مرة سأكررها الآن، وهي آخر شريحة سأخدمها. تعظيم الأرباح، هذه الإحداثيات 0.0 4.0 0.5 2.5 2.2. فهون الآن دالة الأرباح باي تساوي x اللي هي 1x زائد 2y. ما هي الآن القيم التي ينبغي على x أن تأخذها، والقيم أو القيمة لأن حل وحيدها، قيمة الفريد اللي التي ينبغي على x أن تحملها أو تأخذها، وما هي قيمة y التي يجب أن تأخذها حتى تكون دالة الأرباح أعظم ما يمكن. فالآن نعوض، إذا أخذنا 0.0 نلاحظ أن نعوض عن x 0 و y 0 معناته الأرباح تساوي 0. إذن هذا ليس حلا، يعني غير مقبول هذا الحل. إذا عوضنا الآن 4 محل x و 0، هاي الآن 4 محل x و 0 محل y، بتكون أرباح 4، يعني عوض هنا 4 و 0 وبالتالي 4 الأرباح. الحالة الثالثة إذا عوضنا 0 و 2.5 في هذه، 0 هنا و 2.5 هنا، بطلع عندي 5 الأرباح. وأخيرا إذا عوضنا 2 و 2 بتكون 6. إذن أعظم الأرباح هي الآن هذه، إذا قام الحائك بإنتاج قطعتين من السجاد العادي وقطعتين من السجاد الفاخر يكون قد عظم أرباحه. إذن هنا لابد الحائك أن ينتج 2 قطعتين من السجاد العادي وقطعتين من السجاد الفاخر حتى يعظم أرباحه. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قدمت لكم الفائدة أحبتي، وإن شاء الله إلى لقاء قريب حول ما يسمى ب مسألة عندما يكون عدد الحلول الأزواج مرتب لا نهائي، وأبينها إن شاء الله في المقطع القادم بإذن الله مع مثال عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.